تتواصل فعاليات الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. يأتي ذلك تحت شعار هوية مصر، الثقافة وسؤال المستقبل. يستمر المعرض حتى 7 فبراير المقبل، ويشهد عشرات الفعاليات الفنية والثقافية. مشاهدينا، للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مقر المعرض كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. يعني بعد التحية كريم، وفي اليوم الثالث ثالث أيام المعرض ضعنا في أجواء زواره وفعالياته. نعم، كما ذكرت نقدة، بالفعل هي فعاليات فنية وثقافية لا تتوقف في اليوم الثالث لمعرض الكتاب في نسخته 53. ربما الأهم والأبرز في هذه النسخة هو القسم أو الجناح الخاص بالأطفال، الذي يعني لاقى إقبالا كبيرا جدا من الجماهير، خصوصا لاحتوائه على جميع المعارف الخاصة بالأطفال من كتب مقروءة وكتب مسموعة، وأيضا فعاليات أيضا خاصة بالأطفال لتنمية المواهب مثل الرسم والكتابة وأيضا التلوين. لذلك ربما هو هذا المكان الأبرز في هذه النسخة. ولكن أيضا المميز في هذه النسخة هي العروض المختلفة للأجنحة المتنوعة المتواجدة داخل هذا المعرض بأساليب حديثة ومتطورة، باستخدام الهولوجرام وأيضا باستخدام نظارات الواقع الافتراضي التي يشارك فيها أيضا وكالة الفضاء المصرية. نعم، هنا كريم في معرض الكتاب، وأيضا يتفاعل معها جزء كبير من الجماهير. شكرا جزيلا.